الله عز وجل يقول: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. الآن نحاول أن نربط هذا الأمر بالآخرة. إذا أتينا لهذا الأمر في أوله، فإن الله عز وجل يقول: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في وقت ليس فيه عادة أن تمشي فيه الأرجل، بمعنى أن الناس فيه أكثر أحوالهم في بيوتهم، فوجد فيه رجلين يقتتلان بينهما خصومة، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من القبط الذين هم سكان مصر الأصليين من آل فرعون، وهذا من عدوه، فاستغاثه أي طلب منه الغوث، الذي من شيعته بمعنى أن الإسرائيلية طلب من موسى أن يعينه ليدفع عن نفسه أذى ذلك القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى، بمعنى أن موسى وكز ذلك القبطي وهو يريد أن يدفع شره، لا يريد أن يقتله، يريد أن يدفع شره، لا يريد أن يقتله، لا يريد أن يقتله، فوكزه موسى، لكن في ذلكم الوكز كان قتل القبطي، قال الله: فوكزه موسى فقضى عليه. إلى الآن تستطيع أن تفهم الآية تشرحها تفسيرا، لكن كيف تستنبط ما في الآية من معنى؟ تأتي لحديث الشفاعة. ما الذي في حديث الشفاعة؟ حديث الشفاعة فيه أن أنبياء الله عليهم السلام يدفعون الشفاعة، آدم يدفعها إلى نوح يعتذر، ونوح يعتذر ويدفعها إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويدفعها إلى من؟ إلى موسى. لما دفعها خليل الله إلى موسى قال موسى عليه السلام: إنني أمرت، إنني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، إنني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. إذن هذا السبب الذي أخر موسى عن مقام الشفاعة، هذا السبب الذي أخر موسى عن مقام الشفاعة، عن مقام الشفاعة، أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. إذا عدنا لهذه النفس وجدنا أنها نفس كافر معتدية، وموسى لم يرد القتل، ومع هذه الأوصاف الثلاثة، النفس المقتولة نفس كافرة، والنفس المقتولة نفس معتدية، وموسى أصلا لم يرد قتلها، إنما أراد أن يدفعها، يدفع الشر، يدفع عن بني إسرائيلي، عن الإسرائيلي شرها، فوكزه موسى كنوع من التنحية في الأذى فوقع القتل، ومع ذلك هذا كله كان سببا في أن موسى حرم بقدر الله لما دخل الله في الأزل لنبينا صلى الله عليه وسلم أن ينال المقام المحمود. إذن وهذا هو المقصود، كيف بمن يأتي عياذا بالله لنفس مؤمنة فيقتلها، ثم أعظم منه جرما من يغتبط يفرح أنه قتل مؤمنا، ثم من يأتي لذمي فيقتله ثم ينشر هذا بين الناس ويعلنه أنه قتل، أنه قتل، هذا كله إذا نظرنا إلى حادثة موسى ونظرنا تجرؤ البعض على الدماء علمنا أنه ليس من دين الله أن يتجرأ المسلم على الدماء.